بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أخواني الكرام في استعراض جديد اليوم لتطبيق جميل وسيغنيك عن العديد من التطبيقات، تطبيقات الـ VPN والبروكسي التي تقوم بتغيير دولتك. ففي بعض الدول يرسل الأخوة تطبيقات على متجر بلاي، فعندما تدخل إليها لتحميلها يقول لك هذا غير العنصر غير متاح في بلدك. فما الحال؟ أتيتكم اليوم بتطبيق لتحميل تلك التطبيقات. سوف نقوم، أحد الأخوة أرسل لي تطبيق وسوف أدخل إلى متجر بلاي. هذا هو جوجل بلاي، متجر بلاي. هذا هو التطبيق وهو جميل ومفيد، سوف أتركه في فيديو قادم إن شاء الله. صورة تطبيق أو رمز لعبة للعنصر مواقيت الصلاة بدون طلب صلاحيات منعمة علامتين مضحية. هذا العنصر غير متاح في بلدك. هذا العنصر غير متاح في بلدك. إذن ماذا نفعل؟ نقوم بنسخ الرابط. جوز مرات تقييم المحتوى لقط الشاشة لقط الشاشة. أنا قمت بأن رابط قراءة برنامج مواقيت الصلاة بإمكانيات متعددة بدون طلب أي صلاحيات أو إنترنت. إذن رابط هو تلميح حول سياسة رابط قراءة المزيد تلميح جميل التقييم سياسة التقييم 100 ولسنا سنشر حدث هذا التطبيق. إذا بعد أخذ يعني عمل مشاركة وأخذ نسخ الرابط نقوم بالذهاب إلى التطبيق. هذا هو أبكبير وهو يدعم اللغة العربية وبه عدة مميزات أخرى. بإمكانك أن تحميل إصدارات قديمة من التطبيقات مثل الفيسبوك والمسنجر واليوتيوب. جميل جميل. مصيبة. نذهب نذهب محدد مميز مزيد من الخيارات. نذهب إلى مزيد من الخيارات ونضغط على ابحث ثم نقوم بلصق الرابط. جاري التعديل. نفتح قائمة السياقة المحلية. المعذرة. نضغط هنا على جاري التعديل ونفتح قائمة السياقة المحلية التعديل ونقوم لصق. ثم نضغط على بحث. سير ابحث. بعد الضغط على ابحث سوف يأتينا بالنتائج. هذا هو نمط حياة تثبيت زر. نضغط على تثبيت. التنقل HTTPS. ننتظر قليلا. هل تريد تثبيت هذا تم التطبيق؟ نستمع. هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ نعم. إلغاء زر تثبيت. وتم تثبيت هذا التطبيق وبه عدة مميزات أخرى. ونجد يعني التطبيق الذي قمنا بتنزيله في ملفاتي في دوسي داونلودر. سوف نرى يعني يوجد عديد أو هذا التطبيق ليس ملائم مع جهازك فيمكننا يعني تنزيله. هذا هو تطبيق فتح ولكننا لسنا سنشرح هذا التطبيق الآن، تتركه لمرة قادمة. أرجو أن يعجبكم التطبيق ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.